السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ترموميكس كوزين ماروكان مع فاطمة. كما ديما وصفة جديدة مع فيديو جديد، ولكن قبل كل شيء نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. غادي نديرو ان شاء الله هذه الوصفة هذه اللي هي مربى بالرمان، وبأن موسم الرمان دابا والرمان عندنا موجود، علاش لا ما نستغلوه في جميع الوصفات اللي كنبغيو. هانتوما غادي تتابعوا معايا طريقة وكيفية التحضير في الترموميكس. على بركة الله نبداو بالمقادير. بالنسبة للمقادير عندي هنايا حامضة عصير من الليمون، حامضة واحدة، وغادي نحتاج الرمان اللي هو قشرته على هاد الشكل هذا، وغادي نعبر عندي 750 غرام من الرمان، وغادي نحتاج 230 غرام من السكر، والسكر على حسب الأذواق، يعني تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. هاد ثلاثة العناصر هما فقط اللي غادي نحتاجو في هاد المربى ديالنا، هاد الكونفيتور اللي كيجي لذيذ وكيجي هائل. دابا درت الميزان، يعني خرجت البالونس من الترموميكس، وانا كنعبر شحال عندي في هذا الرمان هذا، لان ما نقدروش نقولوا بالرمانه لان ما كنعرفوش شحال غادي تكون تعطينا من حبه، يعني حتى كنقشروه وكنعبروه. عندي هنا 750 غرام من الرمان، غادي نضيف 200 غرام من السكر كما كتشوفوا، درت طاغ، وغادي ندير 200 حتى 230 240 250 اللي بغيتو يخلص. الا كان الرمان حلو ما تضيفوش بزاف السكر، ضيفوا غير القليل، والا كان حامض اللي عاد غتقدروا تغلبوا عليه شويه ديال السكر. عندي هنا حامضه ليمونه واحده معصوره، وهاد ثلاثه د العناصر هما فقط اللي غادي نحتاجو بدون ماء بدون شيء. غادي نبروغرامي ترموميكس ديالي، غادي ندير 35 دقيقة فاغوما فيتاس وهو غادي تردو البال معاه، لأن كونو حداه راه يقدر يفاد لكم، يعني إلا هدا خصكم توقفوا شوية، بانت لكم ديك الكشكوشة كتحيدوها ما طلعتش، غير عريو عليه كاع وحيدو، انا حيت درت شويه طلع ليا حتى بغى يفاد، وحبستو وحيت دوزيام كوفركل وخليتو حتى كمل الطياب ديالو غير هكذا. كيما كنعرفو بان الرمان مع السكر ومع هذا كيغلي كيبغي يفاد، غير نتوما ركون وحده الترموميكس باش ما يوقعش لكم مشكل يفاد ولا شي حاجه. كيما لاحظتوا ضفت واحد الطريف ديال الزبده مع الكونفيتور هكذا باش ما يفادش ليا الكونفيتور، غتزيدو ضيفو واحد الطريف كاع من الاول، ديرو معاه طريف د الزبده باش ما يفادش لينا المربى ديالنا. وهنا دابا معكم ان شاء الله من هنا 35 دقيقه انا معكم. دابا كما شفتوا ها هو الكونفيتور ديالنا طاب، دابا غادي نطحنو باش ما يبقاوش دوك العظيمات فيه باينين. دابا غادي ندير دقيقه وسرعه 10، من هنا دقيقه انا معكم. Thank you.
كما كتشوفوا صافي الكونفيتور ديالنا او المربى هو وجد. طاب كيجي على هذا الشكل هذا وكيعطينا هذا اللون هذا. انا دابا غادي نديرو في البواطه ديالو فاش غادي يتحط. كتكون يا اما كديرو في قراعي معقمين او لا شي طاسه بحال هكذا ديال الزاج، تكون الغلاقه ديالها محكمه يعني باش ما كيدخلش الهواء باش يبقى مده طويله عندكم الكونفيتور ديالكم. كما كتشوفوا ما لصق ما والو في لو بول. دابا غادي ندير له واحد التجربه بان نشوفوا الكونفيتور ديالنا واش طايب مزيان ومعلك. ناخذوا شي ملعقه خشبيه بحال هكذا وكنتيستيو ونديرو بالاصبع ديالنا في الوسط باش نشوفوا الى مشى معانا. راه مازال ما طابش يعني مازال جاري، كنردوه يعاود يطيب. دابا هو هانتوما شفتوا بقى الشكل ديالو مثبت يعني ما داع ما والو يعني ما تبعناش الكونفيتور. دابا بهالطريقه هذه كيبان لينا بانه راه صافي راه طاب مزيان وغير غادي يبرد وغادي يزيد يتعلق لينا مزيان على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليه يبرد وعاد باش غادي نسد عليه ونخليه في يعني تحطوه في الثلاجه وقت ما تبغيو. تقدروا تستعملوه في الكولي مع تشيز كيك ولا في لي كاطو ديالنا كنحتاجوه، وفي الدسير او في الفطور ثاني مع خبيز وزبيده او زبيده. وهذا هو الكونفيتور او المربى ديال الرمان اللي كنتمنى تجربوه، وكنتمنى لكم الى عجبكم هذا الفيديو طبعا ما تنساونيش بلي لايك. وبالنسبه للناس لاول مره كيشوفوا القناه انضموا للقناه، ودائما كتلقاو الجديد وان شاء الله نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله بالصحه والعافيه. شكرا على المشاهده والى اللقاء.